مع انطلاقة أول أشواط القعدان الأجداء المهجنات الأصايل من مسافة الخمسة كيلومترات حاملة لهذا التحدي ومرحبة بهذه الشعارات الكبيرة، شعارات أبناء القبائل التي توافدت وتواجدت هنا في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أتابع هنا مقدمة الشوط والمركز الأول مشاهدين متابعين الكرام، شعار الرميث يتواجد على الانطلاق الأول والاندفاع الأول في هذه اللحظات، يتقدم المشاركين. يا سلام، ينطلق خاضرتك راشد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري على المركز الأول والانطلاق الأول. المركز الثاني من وصل في هذه اللحظات ويتواجد هنا الخليجي علي بن غانم بن علي بن حموده الظاهري يصل على المركز الثاني. المركز الثالث هنالك الأدهم سعيد بن محمد بن مبارك الخيل يحتل المركز الثالث. المركز الرابع من بدأ يتقدم عزام أحمد بن غانم بن علي المنصور يتواجد هنا على المركز الرابع. خامس التحديات ينطلق في هذه اللحظات ويتواجد منصب أحمد بن بيات بالسم المنصوري مقدما لمنصب المركز الخامس. المركز السادس هذا شعار البطين يتقدم الآن العمال طالب بن حمد بن علي البطين المري على مستوى سادس المراكز. المركز السابع يتواجد حبشان فارس بن حمد بن مصبح الشامسي ينطلق في هذه اللحظات. المركز الثامن يتواجد هنالك شعار العويسي سراب، سراب القادم مع هذا التحدي سعيد بن احمد بن علي العويسي يصل على المركز الثامن. المركز التاسع هنالك من الجانب الايمن الانطلاق الجميل من قبل مايهاب، هنا التسللات من قبل محطم عبيد بن سالم بن سيف المزروعي على المركز التاسع. وعاشر التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، هنالك غزال اسهيل بن سالم بن احمد الكثيري وصل على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في مسيرة ندائنا الأول في هذا الشوط. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول. والسيف الأدهم من غير وانطلق على صدارة الشوط، سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي يقود هذه المسيرة قيادة موفقة وسليمة على المركز الأول والاندفاع الأول. ثاني التحديات خاضرتك يحتل المركز الثاني، راشد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري متواجد في دائرة المنافسة ودائرة التحدي. المركز الثالث هنالك الخليجي يحتل المركز الثالث، علي بن غانم بن علي بن حموده الظاهري الشعار الاقتصادي يصل على المركز الثالث. المركز الرابع وصل العمال ومرحبا بقدوم العمال طالب بن حمد بن علي البطين المري مقدما لاسم العمال على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك حبشان فارس بن حمد بن مصبح الشامسي على المركز الخامس. وسادس التحديات غزال اسهيل بن سالم بن احمد الكثيري، الكثيري مقدما لاسم غزال على المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع وصل محطم عبيد بن سالم بن سيف المزروعي، وايضا هنالك وصول مثير سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري بدا يتقدم هذا الشعار. ايضا انطلاق منذر جابر بن حمد بن جابر بن حمد البريدي، شعار بن قران يصل مع انطلاق سراب سعيد بن احمد بن علي العويسي وصل على المركز التاسع. المركز العاشر الباكور بدر بن هلال بن بنيه البقمي، وصل البقمي ينطلق البقمي لياتي هنا على الانطلاق العاشر. نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى التحديات، الى الانطلاق الاول، اول اشواطنا للمهجنات الاصايل. يا سلام القعدان الجذاع كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن الناموس، العمال العمال ابناء عجايب يصنعون هنا الابداع على مقدمه الشوط. طالب بن حمد بن علي البطين المري يا سلام، وبمتابعه المضمر خليل البطين يتابع هذا الانطلاق وهذا التحدي على المركز الاول. العمال يسير الى مقدمه الشوط، يسير الى الصداره، يسير الى التميز بهذا الانطلاق. المركز الثاني حبشان حبشان فارس بن حمد بن مصبح الشامس يحتل المركز الثاني وقاد
قادم على دار التحديات بكل قوة. المركز الثالث خابرتك يحتل المركز الثالث راشد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري. الله الله، بدأت التحديات، بدأت رحلة البحث عن الناموس، ولكن العمال 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 على المركز الأول وطالب بن حمد بن علي البطين المري مقدما لاسم العمال، اسما صال وجال. العمال والعمالة العمالة والعمال بهذا الشعار قدما مستوى عالي ومستوى رفيع. العمالة في الأسبوع الماضي سجلت التوقيت الأفضل في أول أشواطنا الأسبوع الماضي، ليأتي هنا العمال صاحب الإنجازات صاحب العوايد، كثيرا ما حصل على الرموز، ثاني وثالث في أكثر من 5 رموز. يتقدم هنا صاحب أشواط رئيسية هنا في عاصمة ميادين السباق في الموسم الماضي، يأتي هنا مع بداية هذا الموسم بهذا النشاط وهذه الحيوية. سلام يا البطين، سلام سلام لعجائب، سلام للمملكة العربية السعودية. من قدم العمال طالب بن حمد بن علي البطين المري صاحب العوايد ما يخلي عوايده. سلام يا البطين سلام، وسلام خاص لأبو حمد على هذا الفوز والانتصار. العمال مع الناموس في أول أشواط القدان الإجداع المهجنات الأصايل، تهانينا والناموس لمالك العمال طالب بن حمد بن علي البطين المري المركز الثاني. وصل على ثاني التحديات حبشان فارس بن حمد بن مصبح الشامسي المركز الثالث، خابرتك راشد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري المركز الرابع، المركز الرابع الشبابي مصبح بن سعيد بن سالم الرميثي، المركز الخامس الباكور بدر بن هلال بن بنية الهذيلي البقومي، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 7:40 8 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس. والتوقيت الأفضل مع العمال، سلام يا العمال سلام على هذا الأداء وهذا الانتصار. المركز الثاني ثاني التحديات وصل حبشان فارس بن حمد بن مصبح الشامسي 7:49 7 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس. المركز الثالث خابرتك راشد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري، التوقيت الزمني 7 دقائق لحظات الوصول كما تشاهدون على شاشة قناة ياس الرياضية، التوقيت واضح أمامكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام لحظات الوصول، قاطع مسافة 5 كيلومترات